نحن نحرص على العلاقة الطيبة الودية مع الأشقاء في مصر. مصر للأسف الشديد عودونا على أن يفاوضوننا هنا في أديس أبابا، ومن هناك يحاكموننا في نيويورك، وهذا الأمر خاطئ تماما. فبدلا من استغلال هذه المنابر الدولية في شرح واقع المجتمع المصري، واقع المنطقة، وإبراز بعض الحلول، يجب أن لا تأتي هذه الدبلوماسية لأجل أن تضغط على الوفود الفنية التي تتفاوض للوصول إلى حلول شاملة وناجعة. كيف ذلك؟ كيف أن إثيوبيا يعني تفرض الأمر الواقع وهم موقعون على اتفاقيات مع إثيوبيا، على رأسها اتفاقية إعلان المبادئ؟ كيف أن إثيوبيا تفرض الأمر الواقع وهناك مفاوضات منذ بداية قيام إثيوبيا بتشييد سد النهضة؟ كيف فرضنا أمرا واقعا ونحن نخطرهم بأننا نقوم بهذه الإجراءات تباعا على سد النهضة، وأن هذا السد ينبغي أن تستغل مواسمه، وكذلك الجداول التي تسير عليها إثيوبيا، إذ أن هناك تكاليف كبرى؟ من الذي يتحمل هذه التكاليف في ظل هذه الضغوط المستمرة؟ فرضنا واقعا لكنه ليس على مصر ولا على السودان، وإنما على المنطقة، وإنما على إثيوبيا. هذا الواقع الذي نفتخر بأننا فرضناه وهو واقع التنمية، بينما نحارب واقع الفقر والبطالة عبر هذه المشاريع الكبرى في المنطقة. هذا أمر. الأمر الآخر، الموقف المصري يأتي ضاغطا على هذه المفاوضات، معكرا لأجوائها. ينبغي أن نفسح الأبواب أمام الفنيين، إذ أنه تجري هذه المفاوضات في عقر دارنا وفي حر مائنا أيضا، وكذلك مدة محمد. هذه الدبلوماسية التي تحاول أن تفرض على لجان التفاوض واقعا معينا، بينما تتهم إثيوبيا بأنها هي التي تفرض هذا الواقع. إثيوبيا تخطت كل الأعراف الدولية، إثيوبيا خرقت القانون الدولي. من الواضح أن هناك ما يشبه المماطلة باعتراف الكثيرين. بنت السد، ملأته للمرة الرابعة، وتتهرب من أي التزامات دولية، على الأقل هذا هو الانطباع الذي يجري تداوله الآن في الإعلام في المنطقة. ما رأيك؟ يجب أن نؤمن بأن سد النهضة لا يشكل ذلك الخطر. لم يحصل أي اتفاق، لم يحصل أي تقدم بكل بساطة. الرفض قائم من قبل إثيوبيا لهذه التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فماذا يتوقع الأشقاء في مصر؟ أن يقوم مجلس الأمن بفعله مع إثيوبيا، أن يربط على الكتف المصري ويحاول تهدئتهم ويمتص غضبهم إلى صحة العبارة؟ لا يمكن أن تدار الدبلوماسية بهذه الأساليب. نحن لا يجب أن نمارس هذه الضغوط، ونحن نسعى لحلول شاملة ناجعة للجميع، ولا ينبغي أن نكون استغلاليين وانتهازيين. فإذا ما كانت المنابر الإثيوبية تفتح وتشرع لأجل أن تطرح المخاوف الإفريقية، عاصمة الاتحاد الإفريقي إثيوبيا تطرح هذه المشاكل كلها في منابر معينة وتستطيع الوصول إلى حلول. نعم. وهذا ما تبرزه القارة الإفريقية مؤخرا رغم كثرة التحديات. نعم. وصعوبتها. على الصعيد المصري نقول للأشقاء في مصر، ينبغي أن نتفهم أيضا الموقف الإثيوبي، وأنه قائم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن السد لا يمكن أن نستخدمه كسلاح.